أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء لحضور حفل تخريج الفوج 15 من طلبة البكالوريوس والماجستير بجامعة AMA الدولية، والذي أقيم اليوم برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بفندق الخليج بحضور السيد أمابيل أغيلوس مبعوث رئيسة جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرئيس الفخري لمنظومة AMA التعليمية، رئيس جامعة AMA العالمية، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الخريجين. ونقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للخريجين وذويهم بمناسبة التخرج، وتمنيات سموه لهم بدوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية مستقبلا. وأكد سموه أن اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقطاع التعليم يأتي انطلاقا من أن التعليم يشكل مرتكزا أساسيا ومحوريا في جميع خطط وبرامج الحكومة على صعيد التنمية، لما يشكله هذا القطاع من قيمة مضافة وأثر كبير في بناء الكوادر البشرية المؤهلة للإسهام في نهضة الوطن على أسس علمية متميزة تواكب أحدث المستجدات والنظم العالمية. وأشار سموه إلى أن قطاع التعليم الخاص يشكل عنصرا مساندا للجهود المستمرة في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها في ظل ما يمتلكه هذا القطاع من خبرات وطاقات بشرية ذات كفاءة عالية وبنية تعليمية متطورة توفر المناخ الملائم للطلبة والطالبات للتميز في المجالين التعليمي والتدريبي. وأعرب سموه عن إعجابه بالمستوى المتميز الذي تقدمه جامعة AMA العالمية في بناء وترسيخ روح الإبداع لدى طلابها من خلال ارتكازها على نخبة من الكوادر الأكاديمية والتدريسية والمناهج العلمية التي تهدف إلى تخريج أفواج من الطلبة والطالبات المؤهلين لدخول سوق العمل وتحقيق المزيد من النجاح والإنجاز. وتوجه سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بخالص التهنئة والتبريكات إلى الخريجين على ما حققوه من تفوق، متمنيا سموه لهم مزيدا من التقدم ومواصلة مشوارهم العلمي والتعليمي وتطويعه في كل ما يسهم في خدمة الوطن وتقدمه. من جانبه أعرب السيد أمابيل أغيلوس عن جزيل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه ورعايته لحفل تخريج الجامعة سنويا، مؤكدا أن ذلك يشكل عنصرا دافعا للجامعة ومنتسبيها من أجل مزيد من النجاح، مشيدا بما يتميز به مناخ التعليم في البحرين من نهضة وتطور، بما يعكس مدى إيمان البحرين بأهمية التعليم في بناء نهضة الأمم وتطورها. كما وأشادت الطالبة مها نبيل في كلمة باسم الخريجين بالمناخ الدراسي المتميز الذي وفرته الجامعة وما أتاحته لطلابها من بيئة صحية للتعليم عبر احتضانها التنوع وتوفيرها المناخ الذي مكنها وزملائها من اكتساب الكثير من المهارات واللغات والثقافات والقيم والجوانب الإيجابية التي ستعود بالفائدة عليهم في المستقبل.